هذا يسأل هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن أمه الميتة؟ نعم يجوز، يستحب أن تعتمر عن أحد أبويك الميت المتوفى، لكن بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك أولا، وأن تكون حججت عن نفسك أولا، فإذا حججت عن نفسك حج عن غيرك، وإذا اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام اعتمر عن غيرك. والإحرام إن كنت قادما إلى مكة تحرم من الميقات الذي تمر به من المواقيت الخمسة، وإن كنت في مكة فإنك تخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو الحل وتحرم بالعمرة منه